وهذا سائل يقول: هل يجوز للمحرم الذي وصل إلى مكة أن يرتاح ليلة قبل أداء العمرة؟ لا بأس، إذا احتاج إلى الراحة يرتاح. النبي صلى الله عليه وسلم قدم وبات بذي طوى قبل أن يذهب إلى البيت. إذا احتاج القادم لحج وعمرة احتاج إلى الراحة أو المبيت يبيت، لكن يلتزم بالإحرام، يلتزم بالإحرام ويتجنب محظورات الإحرام ولا يذهب إلى البيت وهو متعب. نعم.